السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضراتكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من قناة حضرموت، ونستهل النشرة بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفيري النرويج ونيجيريا ويعين سفيرين لبلادنا لدى الصين وتركيا. الأجهزة الأمنية بحضرموت تحتجز قائد الهبة الحضرمية بمخيم العيون الشيخ صالح بن حريز وعددا من مؤيديه. مؤسسة الاتصالات تعلن استعدادها توفير خدمة الإنترنت في مختلف المحافظات خلال ساعات بعد استمرار انقطاع الخدمة منذ فجر الجمعة. مرحبا بكم مرة أخرى وإليكم تفاصيل الأخبار. تسلم رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي أوراق اعتماد كل من سفير مملكة النرويج توماس ليدبول وسفير جمهورية نيجيريا يحيى لوال لدى بلادنا. وعقب تسلم أوراق الاعتماد تطرق رئيس الجمهورية إلى جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. ونوه رئيس الجمهورية بأهمية تعزيز جوانب التعاون في مختلف الجوانب وتنسيق المواقف في المحافل والتجمعات الدولية حتى عودة الأمن والاستقرار والسلام لليمن، فيما أكد السفيران النرويجي والنيجيري على بذل قصارى جهودهما للارتقاء بالعلاقات مع اليمن وتفعيل مجالات التعاون على مختلف الصعد لمصلحة الجميع. وفي سياق منفصل، صدر قراران جمهوريان بتعيين سفيرين لبلادنا لدى جمهورية الصين الشعبية ولدى الجمهورية التركية. وقضى القرار الأول بتعيين الدكتور محمد عبد الواحد محمد الميتمي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الصين الشعبية، بينما قضى القرار الآخر بتعيين محمد صالح أحمد طريق سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية التركية. أشاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري بالجهود المبذولة من قبل مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام مسام، ودورهم الكبير في التخفيف من آثار الإصابات الناتجة عن الألغام وعن المتفجرات والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي والتي سببت مئات القتلى وآلاف الإصابات والإعاقات الدائمة. وعز الوزير الزعوري مركز الملك سلمان للإغاثة وفريق مشروع مسام وذوي الضحايا بوفاة قائد الفريق 27 مسام المهندس علي هادي راشد وعضو الفريق شعفل علي عبد الله أثناء قيامهما بنزع الألغام بمنطقة الأكبر بمديرية حيس في محافظة الحديدة، مؤكدا على أن المواقف العظيمة لهؤلاء الذين يواجهون خطر الموت في كل خطوة يقدمون عليها لكي يؤمنوا الحياة لغيرهم ستترك أثرها الخالد في وجدان وذاكرة الأجيال. احتجزت الأجهزة الأمنية والعسكرية بمحافظة حضرموت قائد الهبة الحضرمية بمخيم العيون صالح بن حريز وعددا من مرافقيه، وذلك عقب مهرجان خطابي في مدينة المكلا أعلن خلاله التخييم في المدينة لمدة 3 أيام. وقالت السلطة المحلية بحضرموت في بيان لها إن ما قامت به الأجهزة الأمنية كان دفاعا عن أمن واستقرار حضرموت لما في ذلك من إخلال بالسكينة العامة حسب وصف البيان. كما ندد البيان بما أسماه الدعوات المشبوهة لفتح معسكرات تجنيد لأبناء حضرموت داخل المحافظة وخارجها، معتبرا أنها دعوات للفتنة. وهددت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بالوقوف بقوة تجاه تلك الدعوات. أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استعدادها التام القيام بربط الكيبلات البحرية والبرية المتوفرة والتي تمر عبر المحافظات المحررة باستخدام السعات العالية التي يمكن أن تخدم جميع القطاعات في مختلف المحافظات، وذلك لاستئناف خدمة الإنترنت المتوقفة منذ فجر الجمعة. وأضافت المؤسسة في إعلانها أنه وفقا للملاحظات المقدمة من الفنيين والمهندسين لدى المؤسسة فإن الخلل يعود إلى تضرر المولد الكهربائي الواقع على بعد أمتار من المحطة والذي يغذي محطة فالكون في الحديدة الواقعة في مبنى اليمن،
وما يؤكد ذلك استمرار خدمة الإنترنت لمدة ساعتين من خلال عملها بالبطاريات بعد ادعاء الحوثيين تعرض المحطة للقصف. وأشارت المؤسسة العامة للاتصالات إلى أن الخلل حسب ملاحظات الفنيين والمهندسين قد يكون أيضا ناتجا عن حدوث انقطاع في الكيبل الأرضي، وفي حال حدوث هذا فإن المؤسسة تملك الكفاءات والمعدات وبإمكانها إصلاحه خلال ساعات. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3 اتفاقيات تعاون مشتركة مع منظمة الصحة العالمية لدعم وتمكين قدرات القطاع الصحي في اليمن وفقا لخطة الاستجابة الإنسانية لبلادنا، وذلك بقيمة 15 مليون دولار. وسيجري بموجب الاتفاقية الأولى تعزيز وتمكين القطاع الصحي باليمن بالتجهيزات الصحية الأساسية والمنقذة للحياة وشراء الأدوات المخبرية والأدوية الطبية الخاصة بمعالجة الأمراض المعدية لدعم الاستجابة الصحية الطارئة، والتي يستفيد منها 1,270,000 فرد بقيمة إجمالية تبلغ 11,200,000 دولار. وتتضمن الاتفاقية الثانية توفير 5 محطات أكسجين وتأمين وسائل النقل اللوجستية وتدريب العاملين في المستشفيات على نظام الغازات الطبية وصيانة المحطات بهدف رفع جاهزية المنشآت الصحية في محافظات حضرموت وشبوة ومأرب وأبين. فيما سيجري في الاتفاقية الثالثة دعم الأعمال اللوجستية المساندة للقاح لعدد أو لنسبة 10% من المواطنين، وتنفيذ حملات تطوعية للتوعية بأهمية الحصول على اللقاح. أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 4,535 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي أكثر من 5,000 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 655 حالة. وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي بأن إجمالي عدد الإصابات في المملكة تجاوز 652,000 حالة، فيما تجاوز عدد حالات التعافي 599,000 حالة، وتسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8,920 حالة. في دراسة حديثة قادتها كلية كينغز بلندن لافتت إلى أن من يصاب بنزلة برد خلال هذه الأيام فمن المحتمل أن يكون مصابا بكورونا أو بأحد متحوراته بنسبة 50%. ومؤخرا فرض متحور أوميكرون نفسه بقوة وانتشر في عدد كبير من دول العالم خلال فترة وجيزة، وجاء بأعراض مختلفة عن المتحورات السابقة لكنها شبيهة إلى حد كبير بأعراض نزلات البرد. وكانت المتحورات السابقة تثير أعراضا مثل الحمى وفقدان حاستي التذوق والشم وصداع الرأس، أما المتحور أوميكرون فيؤدي إلى حكة في الحلق وسيلان الأنف والعطاس وصداع الرأس إلى جانب آلام العضلات. كما عانى بعض الأشخاص المصابين بأوميكرون من الإسهال والغثيان والقي وفقدان الشهية وضيق في مجرى التنفس. مشاهدينا الكرام، نختم معكم بأخبار الطقس والحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى.
وفي ختام هذه النشرة إليكم تذكير مرة أخرى بأبرز ما أوردناه فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفيري النرويج ونيجيريا ويعين سفيرين لبلادنا لدى الصين وتركيا. الأجهزة الأمنية بحضرموت تحتجز قائد الهبة الحضرمية بمخيم العيون الشيخ صالح بن حريز وعددا من مؤيديه. مؤسسة الاتصالات تعلن استعدادها توفير خدمة الإنترنت في مختلف المحافظات خلال ساعات بعد استمرار انقطاع الخدمة منذ فجر الجمعة. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي وتحياتي فريق العمل، ولمزيد من الأخبار تابعوا حسابات قناة حضرموت الظاهرة أسفل الشاشة. دمتم بخير وفي أمان الله.